السلام عليكم ورحمة الله خواتي، إن شاء الله تكونوا بخير. توكلنا على الله. يوم أمس 19 جويلية 2024 درنا خرجة، رحنا على كاشا. البحر كان هادئ الخوا، وكيما شفنا من قبل في شحال من فيديو الخوا، المياه الراكدة ما تديرش الأسماك، ودائما نبحثوا عن الأماكن اللي فيها التيارات، لكن دائما مع الحذر، الحذر مطلوب خوا. لا ناس تنقلت للأماكن شوية بعيدة، إن كانت شوية ميش تيارات قوية، لكن فيها شوية تم تحرك المياه، قاعدة تتحرك. شفت اللي أنا في الجحر، بانت لي بلي كان موفمون في الفون. من بعد لحد تلوى عيني لقيت أسماك صارت تسبح، أسماك يعني جيدة، الأحجام ممتازة. ترصدت لها، درت لها على بال، لكن ظهر الخاوة اللي هنا في المكان هذا الأسماك عندها يعني موالفة تتلاقى مع الصيادين، ولاحظتها شحال من مرة كي ندير لابيل بالحنجرة تهرب. هذا اللي هنا سدناها ولله الحمد. كما قلت لكم اخوة، شحال من كما نقولوا في وضعية تاع تسديد، بمجرد ندير لابيل بلاغور تهرب سمكة. وهذا ان دل على شيء، انما يدل على ان الاسماك اللي هنا في المكان هذا عندها يعني موالفة تتلاقى مع الصيادين، وعلى بالها باللي صوت الحنجرة هذا عادي يشكل عليها خطر، خاصة الخوة في الحالات وين نديروا لابال ونسدوا على السمكة وما نصيبوهاش، وبالتالي هذه راح تخزنها كخبرة ليها. نزيدو نشوفوا مع بعض الخوة. بعد ما زدت نقلت لبعض الأماكن، على كل حال الخوة بصراحة خفيفة برك، لأنه في الصيف ما نكذبش عليكم، الأماكن اللي نروح لها مبالماج ما مش حاجة هاي وين، لكن الحمد لله على كل حال، ودائما نقولوها ونعودوها، الحمد لله الإنسان يدخل سالم ويخرج سالم، أما الأرزاق بيد الله. احنا هذه بوكو بليس هواية، شاركوها مع خاوتنا، نبارطاجيو الإيجابيات والسلبيات، الأخطاء تاعنا كي نصيبو نقولو هانا واش درنا الحويجات الملاح اللي وفقنا ليهم ربي، وكي نخيبو ثاني نقولو الأسباب علاه يعني هذيك ما صلحتش. لا أنا خاوة ثاني تهبط لهنا للجحر هذا، في أسماك كورب كانوا سمكتين ما شاء الله، مشاو ديركت ما راحوا للفون ليه. وكوم المسدس الخاوة كان معبأ شوية، خفت يعني يروح لي لافلاش، تروح لي لافلاش ليه ونضيعها، لانه ما عنديش حتى كيف ما نلحق لها، ما بدي راجار طويل ما نلحقش. درت لها على اليسار لقيت سمكة أخرى سدتها ولله الحمد، سمكة في الحجم القانوني خاوة مش كبيرة بزاف ولله الحمد. دائما خاوة الواحد الحمد لله كي نصور عشانها نعمة. دوك نزيدو نشوفو مع بعض خاوة اللقطة اللي من بعدها في تسديدة بالترصد. ثاني دائما مع اسماك الصار خوا، انه ما كانش عندي يعني كيما نقولوا ما شفتش اسماك يعني متنوعه، يعني تنوع تاع الاسماك يعني ما كانش. شفت حبات كارونغ، ودي ملاحظ من الاسبوع الماضي والاسبوع هذا راهم خايفين خايفين خايفين، وين يستحيل انه يقربوا لك اقل من 10 متر، خاصه انه يوم امس رؤيه رادئه، اون بليس شغل طين في الماء، شغل الماء قهوي، شغل مارون فرنسي، الله المستعان. الخوا اللي انا هذه كما قلت لكم تزيد بالترصد، دوك تشوفوا الخوا اللي هنا من بعد ما لاحظت يعني باللي المنادات بالحنجره رب دارت ارتباك الاسماك، وليت نخبط في المقبض كما راكم تشوفوا، نخبطوا يعني وين نحدث صوت صغير، لكن المياه الاسماك يعني عندها خاصيه يعني تسمع الصوت مهما يكون ضعيف تسمعوه يعني على بعد كبير، وبالتالي يعني هكذا نقدر نحفزوا الفضول تاعها، وخليناها والحمد لله قربت. لكن درت لها لابيل بلاغور خفيف، شتها بلي شغل بانيكاتك وعاود ولات، عاونتني لهنا لابوسيدوني لهنا الاعشاب لهنا في التخفي ولله الحمد. المهم لهنا تسديد اخويا عن بعد، لانه انا مدير الكاميرا فيرتيكال، وين تقرب تدير شغل جور تاع زوم في الفيديو تبان تسديده قريبه، لكن هي تسديده عن بعد في لاليميت، يعني كانت في حدود 4.5 متر. الحمد لله الخوا. دوك نشوفها مع بعض في اخر فيديو ثاني، سمكة صار الخوا هذه راطيتها لا غالب فوق جهة الخوا، سدتها في الجحر. دوك نشوفوها كيما قلت لك مهبط، دائما الخوا الجحر اللي تكون مغلفة بلا بوسيدوني وتكون مقابلة تيارات، هو احتمال كبير تلقاو فيها الاسماك، احتمال كبير جدا. لذلك دائما نحاولوا كيف نبحثوا، صعيبة باش نديماسكيو يعني الجحور هذو، خاصة كي تعود الرؤية رادئة، لكن دائما نحاولوا في الغطسه تاعنا نبحثوا عليه. لا انا كيما رانا نشوفوا كون نشوفوا من السطح ما يبانش الجحر، لكن بعد ما هبط هاي تبان فايل لهنا فيها سمكه صار ما شاء الله ما شاء الله كبيره، سدتها حكمتها لاباس بها، لكن كان وراها الروشي حبس السهم الارضي وما تفتحش،
قوم هي كبيرة باقية تتخبط الخاوة، تقلعت لوحت يدي لهنا، حبيت يعني نلحق عليها، هربت لي. والله يا الخاوة غير فوق الجد، انه ما مشتيش يعني البليسي سمكة ونخليها هكا. عاود صعدت وعاود وليت ليها، حوست مليح في الجحر، فليتهم لي بوان كامل، خاصة انه عنده كيما نقولوا مدخل واحد، لكن فيه واحد الباساج صغير لداخل، خلاص يدخل وين امبوسيبل، يستحيل يعني تلحقها. الله المستعان الخاوة. العموم هذه هي القصرة تاعنا، ان شاء الله في فيديو جديد. الله في روحكم، السلام عليكم.